النادي الأهلي ما بينساش وعوده، الأهلي ما بينساش جماهيره. الأهلي يتمرد على الجغرافيا ويصنع التاريخ. مصر لم تعد تسعه ليس اليوم بل منذ سنوات. إفريقيا لم تعد قادرة على تقديم من ينافسه. يطارد الريال في سباق الأكثر تتويجاً. باختصار يتمرد على الجغرافيا ويصنع التاريخ. هو بطل الدوري المصري 42 مرة وكأس مصر 38 مرة، وهي أرقام بعيدة عن أقرب المنافسين في مصر، بل أكثر مما حققته الأندية المصرية مجتمعة. هنا تمرد الأهلي على المنافسة المحلية المصرية فذهب للقارية، فإذا به يكتسحها بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا 11 مرة، وانطلق للعالمية ليصبح أكثر أندية العالم مشاركة في المونديال. يقارع أبطال القارات جميعاً ويتفوق على بطل أمريكا اللاتينية، بل إنه يطارد ريال مدريد على صدارة أندية العالم الأكثر فوزاً بالبطولات الدولية، فقد أصبح لديه 25 بطولة قارية ودولية غير محلية بفارق 4 ألقاب خلف الريال. عزيزي القارئ، هل تشعر بانقطاع أنفاسك من ملاحقة هذه الإحصائيات؟ لنذهب لمنطقة تمرد أخرى، فالأهلي يجعل الملايين في مصر يبتسمون مهما حدث، فهو مصدر الابتسامة، وهو مرادف الانتصارات ومقاوم الانكسارات، يصنع التاريخ بأجيال الموهوبين ويعانق المجد بأنصاف المبدعين. ليس مهماً الأسماء، اسم الأهلي يكفي. الأهلي المتمرد الجميل.